بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم النهاردة تقرير عن مشاهدات يوم الحد، مشاهدات يوم الحد يوم 11/4 تمام 2021، اللي هو تم اختيار حوالي 10 بيوت حكايات ومحتاجات الحاجة فتكات ومنى شو وحسين العتابي ونوجة وكلام ستات مع شمس والدكتورة غنى وشيمو في المطبخ وبستيل ويوسف. دي هنقدم بيه تقرير، نشوف كده. طبعا اجيب اهوت بهذا الشكل، هنا بالترتيب، نبدأ من الاول هنا بالترتيب. هنا حسين العتابي، اهو حسين العتابي، القائمة كلها شغالة تمام. بعد كده نيجي على حكايات ومحتاجات الحاجة فتكات بهذا الشكل، القائمة ايضا شغالة بهذا الشكل. طبعا الفيديوهات كلها بتقلب مع بعضها. بعد كده اللي عليه الدور ايضا دي قائمة ليوسف، دي قائمة ليوسف على هذا البيت تمام. بس على فكرة يوسف، انا مش عارف، انا شفت لك هنا فيديو عليه اعلان، ليه مش عارف في هنا فيديو عندك عليه اعلان؟ طيب نيجي نشوف بعد كده. هنا شيمو في المطبخ، شيمو في المطبخ، هنا شيمو في المطبخ، القائمة هي شغالة. وهنا التشغيل على كل الملفات الفيديوهات المتحملة عندك تمام. ده بالنسبة للبيت ده بيشاهد للمجموعة دي. تعال نشوف بيت التاني، بيت تاني بيشاهد لمجموعة تانية بعض اللي هم تكملة العشرة اللي احنا مختارينهم. طبعا دي الدكتورة غنى، ايوه وهنا القايمة، وايضا كل المشاهد هنا كل الملفات المحملة تمام. بعد كده بنيجي عند اختنا نوجة، برضو هنا قايمة الفيديوهات متنوعة عندك يا اخت نوجة. بعد كده نيجي نشوف هنا، ده كلام ستات مع شمس، كلام ستات مع اختنا شمس هنا كده تمام. بعد كده طبعا ده بيشاهد من بيت تاني. بعد كده معانا مين؟ معانا منوعات باستيل، منوعات باستيل القايمة هي لازم تكون دي زرقاء عشان الفيديوهات تقلب ورا بعضيها تمام. دي اختنا باستيل. طيب بعد كده معانا مين؟ قايمة تانية بتاعت يوسف بهذا الشكل، هي 83 فيديو يوسف تمام. هنا كده ليوسف عشان ربنا يصلح حاله ويبارك فيه ويفعل قريب. بعد كده معانا اختنا منى شو، معانا اختنا منى شو كده يا جماعة. يبقى هما تسعة، بس هنا يوسف طبعا له 20 و20 عشان يخلص بدري بدري. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح للرياضيات.